في كلام اتقال وفي كلام اتعاش، في صور من الخيال وصور تتشاف، المصدق بيحقق بخيال وبيرسم الطريق، بصاحب حلمه بيسبق وبيوصل بعيد، بصاحب صورة عايشة معاه أو حلم من زمان جوه، بصاحب فكرة لسه بتكبر صوت في خياله بيقوله تقدر، بصاحب كل تحدياته بعلى صوت بيقول أنا مصدق فيا وشايف بكرة بعناية، أنا مصدق فيا والشايف بكرة بعناية، أنا اللي اختار أنا مين، والشايف بكرة بعناية، أنا مصدق فيا. ولادنا بيتخيلوا هما نفسهم يبقوا ايه طول الوقت، واحنا محتاجين نسمعهم ونساعدهم. على ظهر كتاب سلاح التلميذ هتلاقي اللوجو لأول مرة باصص للمستقبل عشان يرسموه بطريقته. ابعتوا لنا رسوماتكم على صفحتنا على الفيسبوك أو على الواتساب.